بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله نستعين، ومنه سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والسداد والنجاح. مرة أخرى نجدد لكم هذا اللقاء في هذا اليوم وفي هذا الشوط العاشر الخاص باللقاء القعدان في خامس أشواط القعدان وأشواط الذكور وعاشر أشواط هذه الفترة الصباحية بانطلاقة هذا اليوم، يوم خاص باللقاية بحلته الجديدة. مشاهدينا الأعزاء ننطلق مباشرة إلى المركز الأول وأول المنطلقين، أول الباحثين عن الفوز، وهذا مدلل عود ملكيت لمحمد بن راشد بن سلامة الهاجري في مقدمة الشوط. أينما ناخذ المركز الثاني، المركز الثاني في تقدم هملول عبد الله بن سالم بن صالح المري على المركز الثاني في هذه اللحظات، بينما المركز الثالث هنا حاد العيس محمد بن سالم بن فهيد بن براك المري انتقل إلى المركز الثاني. ناخذ المركز الثالث ومدلل ودلل هم يمدلل والدلل يمدلل وبندلل ندلل مع محمد بن راشد بن سلامة الهاجري القادم في هذا الموسم لإنجازات كبيرة، ليجدد الماضي بإنجازات من ذهب. مشاهدينا الأعزاء المركز الرابع، المركز الرابع في هذه اللحظات ينطلق وينطلق حاد العيس لمحمد بن سالم بن فهيد بن براك المري، ولكن اقتحام من الجانب الآخر في هذه اللحظات، الجانب الآخر من هذا التقدم الأصيل الشريف بشعارات ضيوف الأعزاء شاهين الله، أو هنا برزان 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 جابر بن علي بن حمد القريسي المري اللي قادم، اللي قادم في هذه اللحظات، بينما اللي في الوسط في هذه اللحظات المركز الثاني، المركز الثاني، وننتقل إلى المركز الثالث نتابع القدوم من الجانب الآخر هملول لعبد الله بن سالم بن صالح المري واقتحام المراكز. مدلل يعود مدلل وهالم عيدر يطالبونك بالفوز يا مدلل. محمد بن راشد بن سلامة الهاجري قادم قادم شعار الذئب على المركز الثاني في هذه اللحظات، بينما المركز الثالث شوف التدخل، شوف يلي بتشوفه، شاهد يلي بتشاهد، مخوف سعود بن حمد بن سعود عارف هيده المري، بينما ناخذ اللي من الجانب الاخر يتقدم في هذه اللحظات، يتقدم في هذه اللحظات وينطلق، وهذا صاحب الانجازات وهذا صاحب التاريخ، هذا اللي هو شاهين خليفه بن خليفه بن عبد الله العطيه اللي قادم في هذه اللحظات ومرشح يا ابو علي. يا سلام، هنا ينطلق مع المضمر راشد الزرعي في هذه اللحظات في رصيد السياره، في رصيد سياره في العام الماضي اللي هو شاهين، وماركه شاهينيه اصيله مميزه في هذه اللحظات مع شعار خليفه بن خليفه بن عبد الله العطيه اللي فاز في يوم الامس بثلاث نقاط. مشاهدينا الاعزاء يريد المزيد، المركز الثاني، المركز الثاني وهو ايضا في المثلث الذهبي القادم مخوف والشعار واسمه يخوف. يا سلام يا سلام، في هذه اللحظات مخوف سعود بن حمد بن سعود الفهيده المري قائدا على المركز الثاني، وفي المركز الثالث اللي تقدم في هذه اللحظات مستحيل عبد الله بن سعيد بن محمد بن علي الرومي، ورابعا مدلل مدلل في مركز مدلل لمحمد بن راشد بن سلامه الهاجري. نتمنى التوفيق لك يا ابو راشد على المركز الرابع ولكل المشاركين اخواننا اخواننا اشقائنا هنا، بينما المركز الخامس اللي ينطلق حاد العيس، حاد العيس ينطلق محمد بن سالم بن فهيد بن براك المري، ولكن اعود الى شاهين، شاهين، واتمنى اتمنى التوفيق لكل المشاركين، ونتوقع ونتوقع من شاهين ان يواصل المسيره، ان يواصل المسيره وعاداته. يا سلام شاهين خليفه بن خليفه بن عبد الله العطيه وراشد السرعي في مرافقه هذا الشعار، في مرافقه هذا الشعار بحثا عن الانجازات، بحثا عن تسجيل النقاط في موسم جديد، في موسم الخير، في موسم بدايه هذا العام. هنا بينما المركز الثاني
المركز الثاني مخوف ومخوف يخوف يا سلام، مخوف يخوف في امان الشهيد هنا، مخوف على المركز الثاني للسيد سعود بن حمد بن سعود الفهيد المري. بينما المركز الثالث، المركز الثالث اللي قادم حادي العيس محمد بن سالم بن فهيد المرات، ايضا خطير ايضا بكل شان بكل دور. المركز الرابع اللي وصل في هذه اللحظات مستحيل عبد الله بن سعيد بن محمد بن علي الرومي، خطير ايضا للغايه. بينما شعار بن جبران يتقدم خامسا مع هذا الرقم خمسه اللي يحمله عزام جابر بن سالم بن جابر بن فران بن جبران المري. مشاهدينا الاعزاء، اعود الى شاهين صاحب الانجازات، معتاد على الانجازات، معتاد على تحقيق النقاط. شاهين لخليفة بن خليفة العطية، نشكر هذا الشعار، نشكر مالكي هذا الشعار والمضمر راشد الزرعي في يوم الأمس 3 نقاط، وفي هذا اليوم نقطة، يسجل 4 نقاط ولا يكتفي، ولا يكتفي بل يريد المزيد. شاهين يسطر، يسطر اسمه، يسطر اسمه بحروف من ذهب، بحروف من ذهب، يسجل اسمه ضمن أسماء الفائزين. شاهين ومشكور، واشكرك يا أبو علي على الترجيح، ترجيحك في مكانه، ترجيحك في مكانه. هنا تهانينا والناموس لخليفة بن خليفة بن عبد الله العطية، واشكرك يا الزرعي على هذا التضمير الممتاز وهذه العناية الجيدة. المركز الثاني مستحيل على المركز الثاني عبد الله بن سعيد بن محمد بن علي الرومي، وفي المركز الثالث اللي وصل عرم رم للسيد عبد الله بن راضي بن حمد آل وضاح الهاجري، وفي المركز الرابع مخوف لسعود بن حمد بن سعود الفهيد المري، وفي المركز الخامس عزام لجابر بن سالم بن جبران المري. تهانينا والناموس لمالك شاهين خليفة بن خليفة بن عبد الله العطية على هذا الفوز والناموس في صباح هذا اليوم، صباحك هل. وهنا الزرعي يتابع هذا الشعار دائما، بينما ناخذ التوقيت الزمني لحظة وصول شاهين صاحب الإنجازات. قلنا لكم يواصل المسيرة، وهو واصل المسيرة، 6 دقائق 21 ثانية، 10 أجزاء من الثانية، 6 دقائق 23 ثانية، 10 أجزاء من الثانية، هو توقيت شاهين الفائز بالشوط الماضي في الشوط العاشر. المركز الثاني والذي وصل في المركز الثاني، وهذا هو مستحيل، عبد الله بن سعيد بن محمد الرومي، بينما ناخذ توقيت 6 دقائق 25 ثانية، 66 جزءا من الثانية، بينما ناخذ اللي وصل في المركز الثالث وهذا عرمرم لعبد الله بن راضي بن حمد آل وضاح الهاجري. توقيته الزمني 6 دقائق 26 ثانية 36 جزءا من الثانية.